محتاجة للسمكة الحارة اللي بالطحينة، محتاجة سمك بوري يكون كبيرة أو سمكاية 2 3 على حسب أنتوا حابين قد إيه. بس الوصفة دي يفضل إن حجم السمك يكون كبير مش صغير. عندي سمك بوري كبير، وعندي كمان الحشو اللي أنا هحشي بيه السمك. أنا هنا مقسمة لكم كل حاجة عشان تبقى مفهومة بالنسبة لكم. كزبرة مفرومة، كرفس مفروم، وفلفل حار، وعندي كمان بشر ليمون ومعلقه صغيره من عصير الليمون وزيت، تمام، وشرايح بصل وملح وفلفل وكمون. طب الصوص بتاع الطحينه الحار اللي احنا هنعمله مع السمكه، هنبقى محتاجين له زيت، 2 فص من الثوم المفروم وفلفل حار وكزبره خضراء مفرومه وثلاث كوبايات من الميه وكوبايه طحينه وكمون وملح وفلفل وبهار سمك لو موجود، مش موجود خلاص هتشيلوه، ونص معلقه من النشا ونص عصير ليمونه. مقادير بسيطه وسهله، وتعالوا دلوقتي هنشتغل كده واحده واحده مع بعض. اول حاجه هجيب كده عندي بوله فاضيه، وهعمل الحشو اللي انا هحشي بيه السمك. يعني عندي السمكتين شلت القشر بتاعهم وكل ونضفتهم وفتحت بطنهم كويس جدا ونضفتها، خليتها زي الفله من جوه كده، تمام، قبل ما اعمل اي حاجه. يعني انا السمكه دي محتاجه ان انا هجيب سكينه افتح بطنها كده او مقص، بالمقص بيبقى اسهل جدا خصوصا لو حد لسه مبتدئ، هقول لكم ازاي دلوقتي حالا. ونقشرها كده، نشيل القشر اللي عليها من فوق، تمام. بصوا ببدا اجيب السمكيه بتاعتي، كل القشر اللي هنا ده بظهر السكينه كده بقوم منضفاه كويس قوي، شايلاه وقصة بقى الديل وقصة أي حاجة هنا، وبصوا فتحاها ومنضفاها من جوه مخليها زي الفل، تمام؟ أهو بطريقة سهلة وبسيطة. خلاص عندي هنا سمكتين 3 4 واحدة اللي انتوا حابين تقدروا تعملوه، أو اللي انتوا على حسب مين اللي هياكل تقدروا تعملوا الخطوة دي. هجيب سكينة وهعمل فتحات كده بسيطة هنا، فتحتين كده وما وصلش للاخر، خفيف كده خالص بالشكل ده، شيل لكم دي، تمام. وبرده الناحيه الثانيه نفس القصه، فتحتين كده بساط خالص، تمام، اهو بالشكل ده اهو. خلاص طيب دول كده خلاص غسلتهم ونضفتهم وفتحت الفتحات بتاعتهم. تعالوا بقى نعمل الحشو اللي انا هحشي بيه السمك. هحط شوية كرفس اهو كده، احط شوية كرفس، واحط شوية كزبرة خضرة، واسيب الباقي عايزاه هكمل بيه، واحط شوية فلفل وشوية ثوم بالشكل ده. عندي بشر ليمون، ولما استخدم بشر ليمون خدوا بالكم زي ما قلت لكم قبل كده ان انا هستخدم الجزء اللي بره، مش هدخل خالص على الجزء الابيض عشان ما يمررش معايا. هحط شويه بهارات سمك كده بالشكل ده، شويه كمون، شويه فلفل اسود. انا ده الحشو اللي انا هحشي بيه السمك، شويه ملح، هحط شويه عصير ليمون، هجيب شوية زيت وشوية خل، الخل اختياري لو حابين يعني تزودوا شوية خل لو انتوا بتحبوا طعم يعني يبقى فيه مزازة كده، انا بحب قوي كده، فممكن احط برضو كمان معلقة خل وشوية زيت اهو. هبدأ بقى الحشو ده كده اعمله مع بعض بالشكل ده، عصير الليمون مع الزيت مع الخل مع التوابل الملح والفلفل وشويه الكمون وشويه بهار السمك اهو بقى عندي، وشويه بشر الليمون ريحه بجد فظيعه، مع الكرفس مع الكزبره، وهبدا ان انا احشي السمكيه بتاعتي كده. وفي نفس الوقت وانا بحشيها هي بتتبل من جوه، بتاخد كل الطعم اللي موجود في الكزبره والكرفس مع عصير الليمون مع الكلام ده كله اهو. هحشيها كده بالشكل ده
تمام قوي. هجيب بقى صاج فرن او بايركس وهبدا ان انا احط كده شرايح البصل. هعمل زي فرشه كده للسمك بتاعي، هحطهم كاني بعمل يعني قاعده كده او فرشه اللي انا هحط عليها السمك. خلاص. طيب وعندي بقى شويه الحشو ده عشان برضو مرموش، هقوم حطاه كده بالشكل ده اهو. هسيب الميه دول هحطهم في الاخر عليه. هحط بقى السمكتين كده بتوعي اللي انا حشيتهم بالشكل ده، واي حاجه باقيه من التتبيله هحطها اهو فوق الوش كده بالشكل ده. تمام. هدخلها الفرن تتشوي شويه لحد ما اعمل الصوص بتاعي. تمام. هدخلها الفرن اشويهم في الفرن كده، ممكن احط شويه زيت عليهم كده شويه من فوق اهو مع الزيت اللي في الحشو. تمام قوي كده. هدخلها تتشوي تمام. وتعالوا بقى ايه نعمل الصوص بتاع السمكه. خلاص انا فتحت السمكه، نظفتها وفتحتها وعملت لها فتحات كده في الوش وفي الظهر، وحشيتها بحشو كزبره وكزبره وكرفس وبشر ليمون وعصير ليمون وملح وفلفل وكمون، وعندي شويه بهار سمك حطيت وعصير ليمون وشويه ثوم وخل. تمام. كل الكلام ده قلبته مع بعض، حشيت بيه السمكيه، فرشت شويه بصل تحت، حطيت بقيه الكزبره والحاجات بتاعت الحشو بتاعتي، وحطيت السمكتين يتشووا في الفرن. تعالوا بقى هنعمل الصوص بتاع الطحينه. عندي مين معانا؟ معانا ريتاج واحنا بنعمل الصوص كده. يا ريتاج. الو 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 ازيك؟ الو ازيك يا ريتاج؟ الو حبيبتي معاكي. حبيبتي تسلمي والله العظيم، الله ينور بجد. حبيبتي تسلمي لي يا رب. تسلمي حبيبتي. انا ممكن اسالك على سؤال؟ اه طبعا. عايزه اعرف سؤالين بس. تتبيله الفراخ المشويه. حاضر عينيا حبيبتي. وهسالك سؤال كمان. طبعا اتفضلي. انا بشوي اللحمه بتنشف معايا على طول. بتشوي ايه؟ نوع اللحمه ايه؟ يعني القطعه اللي انت بتشويها ايه؟ لحمه خروف. ايوه يعني ايه قطعه؟ يعني ايه ريش؟ لحمه ايه؟ ما هي قطعية اللحمة في حاجات ما بتنفعش شوي، فهقول لك ايه الحاجات اللي تشويها. تمام؟ يعني في حاجات أحسن ما تشويهاش، مش هتطلع حلوة في الشوي. ما أصل أنا بشوي على طول بتنشف كده. يعني ممكن لو هتشوي ضاني اشوي ريش مثلا. من الحاجات الحلوة جدا اللي هتبقى حلوة قوي في الشوي. مثلا ممكن العروق الفليتو بتبقى حلوه قوي لو احنا قطعناها زي الستيك وشويناها، الانتر كوت، الحاجات دي حلوه قوي في الشوي. يعني غير كده في قطع ما بتبقاش حلوه في الشوي، فممكن يبقى القطعه اللي انت بتشويها مش مناسبه ان انت تشويها، تبقى مناسبه حاجه تانية، طاجن، سلق، الكلام ده كله. ماشي. شكرا. ماشي حبيبتي، ميرسي ليكي. بصوا اول حاجه هنا هعمل الصوص بتاع الطحينه اللي انا هحطه على النار عشان ايه ارتب كده نفسي واحده واحده. هحط كوبايه طحينه. السمكه دي بتبقى طعمها حلو قوي، وهحط على كوبايه الطحينه دي 3 كوبايات من الميه، يعني من كوبايه لثلاث كوبايات، كوبايه طحينه لثلاث كوبايات من الميه. خلاص. هحط عليهم النشا، حاطه كده نص معلقه كبيره مش كتير. تمام. هحط عليهم النشا وهقلب الطحينه مع الميه مع النشا. بصوا انا حاطه ميه ازيد، انا عايزه 3 كوبايات من الميه على كوبايه الطحينه. تمام. وهحط ملح وهحط فلفل وهحط شويه كمون وهحط شويه بهار سمك، نفس البهار، نفس البهارات اللي انا استخدمتها في الحشو بتاع السمكيه هي اللي انا هستخدمها في الصوص. وهقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض. هحط بقيه عصير الليمون
اهو كده اقلب كل ده كده كويس لحد بصوا هلاقيه كده بيقطع شويه، افضل اقلب لحد ما يربط مع بعض. انا مش عايزاه رابط تقيل، لا انا عايزاه بس ايه اتاكد ان كل المكونات اتقلبت مع بعض، مش بعمل سلطه الطحينه. تمام. طيب خلاص كده تمام قوي. هاجي بقى على الطاسه اللي انا مسخناها، هحط شويه زيت كده. السمك ده بحس ان هو بيبقى معمول بمزاج بالطريقه دي، فوصفه حلوه جدا ومختلفه وطعمها حلو ومختلف. يعني انا بحبها مع رز ابيض كده، مش بحس ان هي محتاجه حاجه تانية او عيش، بتبقى طعمها فظيع. يعني الصوص بتاعها بالعيش طعمه حلو قوي. هحط بقى شويه الثوم، تمام، وهحط معاهم الفلفل الحار. الثوم مليان ميه فمبهدل لنا الدنيا شويه. تمام. هبدا بقى احط الفلفل الحار عليهم كده. وهبدا احط بشر الليمون. يبقى حطيت الثوم، الفلفل الحار، بشر الليمون اهو بالشكل ده كده. تمام. انا عايزه بس انضف الدنيا عشان الدنيا ترتشط جامد. نشيل ده كده من على النار وهننضف الدنيا. تمام. همسح بس كل الزيت اللي ترتش ده ونبدا نكمل. تمام قوي كده. يلا بينا. حطيت ايه؟ حطيت شويه الزيت، حطيت شويه الثوم، حطيت الفلفل الحار، عليه بشر الليمون. تمام. وهحط شويه كزبره خضراء. خلاص انا البهارات والتوابل حطيتها مع صوص الطحينه، فخلاص مش محتاجاها هنا تاني، مش محتاجه ان انا اتبل هنا تاني. يبقى هنا زيت، ثوم، فلفل حامي، وحطيت شويه بشر ليمون، بيدي ريحه بجد فظيعه في الوصفه دي. يعني اول ما حطيته ابتدت الريحه بتاعت الليمون كده تطلع فحلوه جدا. وهبدا احط عليهم الصوص بتاع الطحينه اللي احنا قلبناه، اللي هو عباره عن ايه؟ عن طحينه، كوبايه طحينه وثلاث كوبايات من الميه، وعندي كمان عليهم حطيت عصير ليمون وملح وفلفل وشويه كمون وشويه بهار سمك. وخلاص على كده قلبت كل الكلام ده كده مع بعض. والنشا، النشا بقى وظيفته ايه في الوصفه دي؟ النشا وظيفته ايه في الوصفه دي؟ يعني المفروض ان هو بيخلي الصوص يربط معايا بطريقه ان هو ما يقطعش شويه، الطحينه بيخليها لي ما تقطعش شويه. تمام؟ اهو الشكل ده كده. هوطي بقى عليه واسيبه يغلي غلوتين كده، وكده الصوص هيبقى جاهز معايا. يبقى انا كده هعيد لكم عملت ايه؟ جبت السمك نضفته، وبعد ما نضفته فتحته فتحات كده من الوش ومن الظهر، وبعد كده حطيت عليه عملت الحشوه بتاعته، الكرفس والكزبره وعصير الليمون والملح والفلفل وبهار السمك وشويه الثوم وشويه فلفل وخل، وحطيت حشيت السمكتين وسبتهم يتشووا في الفرن. وعملت الصوص بتاعه عباره عن كوبايه طحينه عليهم ثلاث كوبايات ميه، وحطيت معلقه نشا عليهم وملح وفلفل وشويه كمون وشويه بهار سمك وعصير ليمون. وفي الطاسه شوحت بشويه زيت كده شويه ثوم مع فلفل حار مع بشر برضو ليمون مع شويه كزبره خضراء، كل ده شوحتهم وحطيت عليه الصوص بتاع الطحينه. هسيبه يغلي غلوتين والسمك بيتشوي في الفرن. اول ما السمك هيخلص هبدا ان انا اغرفه واحط الصوص ده فوقيه، وبالهنا والشفا بشويه عيش كده طازه او شويه رز ابيض هيبقى زي الفل.